غير كده اساسا. فلغتها لسبب السن مختلف, وده اللي خلى بقى الضابط الاحتياطي يحب دي بدايه القياده الاقناعيه. بدايه القياده الاقناعيه ما فيهاش القياده الاقناعيه فيها اقناع, الاقناع بس لازم في شرطين. شرطين للاقناع. اول شرط يكون قدوه حد يقتدي. يعني واحد بس بيشرب سجاير ما يقولش لابنه ما تشربش سجاير, صح صح ما ينفعش. نفس القصه في الشخصيه. لو انا بلتزم باجي في العادي وباجي بدري في الشغل وبعمل كذا كذا, يبقى اطالب الناس انه لازم يعني